سلام حبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غندير معكم بيتزا، كتجي بيتزا زوينه بحال ديال المطاعم. كيف المهم البنات، في المقادير غادي نحتاجوا الدقيق اللي غيكون من النوع الجيد، والخميره، الملحه، شويه الزعتر، وشي كاس صغير ديال الزيت، الزيتون بطبيعه الحال، والماء دافي. والدقيق دائما كنأكد عليه يكون من النوع الجيد. انا هذا عندي ديال مانيتوبا، خاص بالبيتزا الفوكاتشا وهادشي ديال المخبوزات اللي كيبغي كتبغي الخميره بزاف. البنات، هذا هو الدقيق اللي استعملت، زدت من هذا شويه، والمانيتوبا هي هذه حيت سالات ليا ودرتها كامله وزدت شويه من الاخر. البنات، العجينه ديالنا ها هي، ستكون فيها كرطبه، غادي نخليوها تخمر غتخمر قد ما بغات. انا دابا كنعجنها الصباح وما غاديش نطيبها حتى العشيه. المهم نخليوها تخمر، نغطيوها مره نفشوها ومره نفشوها، صافي ونخليوها ترتاح. ايوا تلاقاو من بعد. البنات، انا درت لها هكا هذا الفيل اليمونتير البلاستيك، ودرت لها الدقيق لتحت باش ما تكونش هذيك القشره الفوقانيه فتو. ودابا غنغطيها ونخليها ترتاح، ومره غادي نبقى نفشها، نخرج منها داك الهواء ونخليها تخمر، ونعاود ملي تطلع عاوتاني نحيد منها داك الهواء ونخليها تخمر وصافي. دابا انا عجنتها في الصباح كيف قلت لكم، وتا العشيه عاد غادي نخدمها على غادي نستعملها. البنات بداو كيتكونوا فيهم داك الفقاعات، هذوك مزيانين هما اللي خصهم يكونوا في العجينه. صافي غير شويه بحال هكا تفش وصافي، ورجع نغطيوها. هانتوما البنات، هذه راه هي المره الرابعه واقيلا، نخرجوا منها غير هذاك الهواء. صافي نجمعوها. نديرو لها عاوتاني البلاستيك. نتوما كتشقاو، نتوما كديرو هاد العملية نهار كامل. هكا دواء كواور انا غطيهم وانا خليهم عاوتاني يخمروا، عاد غادي نطلقها وندير ندير لاصوص وندير الموتزاريلا. البنات، في المقادير اللي غندير في البيتزا غندير موتزاريلا بطبيعه الحال، موتزاريلا من النوع الجيد حكيتها. وعندنا هنا صوص طوماط، انا كنستعمل هادو حتى هما من يكونوا من النوع الجيد. هي ما كتشبه بحال محكوكه بحال هكا كتجي. وغنحتاج شويه ديال الزعتر، شويه الاوريغانو، ومن طبيعه الحال زيت العود ضروري، زيت العود.
وهي البيتزا ديالنا كنتسنى فيها غير تخمر شويه باش نبدا نطلقها ونبدا نعمر. شتي البنات هادو هما اللي كيصرعوا البيتزا، هاد الفقاعات هادو باش كيقولوا لهم شتي كيكون فيهم البرد باش كتجي بحال ديال المطاعم. البنات البيتزا ديالي ها هي موجوده كيف كتشوفوا، بنات زوينه نتوما كتشوفوا. نقطعوها شتو كي جات رقيقه وجات داكشي بحال ديال المطاعم. هذيك الفقاعات اللي قلت لكم هما كيفاش كيجيو، كيجيو خاوين من الداخل. شتو وبالصحة والراحة.